بالانس اليوم مع ناتالي ياغي. بدنا نذكر بالمسابقة عم تحصل على صفحة الفيسبوك بيج لـ MTV Alive، فيكم تفوتوا تحطوا أجوبتكم لسؤالنا. بونجور ناتالي. هاي تينا، كيفك اليوم؟ سافا. فينا نذكر بالسؤال لأنه بدأنا امبارح بالضبط، فبعد عندهم مهلة أسبوع تيجاوبوا. أكيد السؤال هو عن المأكولات اللي حكيت عنها امبارح اللي هن السلق، السبانغ والروكا. مين من هالثلاث أنواع من الخضرة بيعطينا كمية كالسيوم أكثر من غيره؟ هون أنا بشدد على نقطة لأنه أنا شفت الأجوبة، وأنا بشكر المشاهدين اللي عم بيشاركوا. في كتير أجوبة يمكن بدنا ننتبه مش مختلفة، لسبب هو يمكن أنه امتصاص الكالسيوم من هالخضرة مختلف. سو أنا السؤال هو مين من هالثلاث أنواع من الخضرة بيعطي كمية كالسيوم أكثر، مش أي من هالثلاث أنواع من الخضرة امتصاص الكالسيوم فيه أعلى. الواحد بيحتوي على كالسيوم. انتبهوا، اكزاكتلي بيحتوي على كالسيوم أكثر. سلق، سبانغ أو الروكا. صح. لكن كل الأشخاص اللي بيهمهم إنه يشاركوا بهالمسابقة بيدخلوا على الفيسبوك بيج أوف إم تي في ألايف، بيحطوا جوابهم وما ينسوا يحطوا الإيميل أدرس. أكيد. إذا ربحوا نقدر نتواصل معهم. بدي أذكر برقمنا 0444444. نحن ناطرين كمان اتصالاتكم، ففيكم تحكونا من هلا لتقريبا شي ربع ساعة. رح كون مع ناتالي، وموضوعنا اليوم عن الولاد. اكزاكتلي عن الولاد. هلا بما انه ويك اندز لازم نستفيد من هالوقت اللي عنا اياه، وقت الفراغ اللي عنا اياه مع الولاد، لانه يمكن في كثير اشخاص بيشتغلوا خلال الاسبوع ما عندهم وقت يمكن انه يفكروا بالاشياء الصحية ويعطوا وقتها خلال الاسبوع. سو فرصة اخر الاسبوع هي نوع من فرصة كرمال تنقدر نركز على نقطة كتير أساسية. التوعية للولاد على موضوع التغذية بالإجمال من أي عمر المفروض نبلش؟ يعني نعطي أهمية التوعية، نلفت نظرهم على الأشياء الصحية، الأشياء الصحية. الولاد لازم أهم شيء يربوا بـ environment أو بيئة تخليهم يتعودوا على الأشياء الصحية، لأنه الحكي منه دايما بيفيد فعلا. عند الولاد خاصة حسب مرحلة نمو كل ولد، يعني لكل مرحلة عمر في طريقة نحكي مع الولاد أو طريقة نتعاطى مع نقطة المأكولات الصحية. مش بالضرورة نحكي عن دايما انه لا لازم تاكل خضره، لازم تاكل حبوب، لازم لازم لازم. والمنع مش دايما حل كمان، مش هيك؟ اكيد المنع منه حل. امتين لازم نبلش؟ فينا نبلش الولد وقت اللي بيعيش ببيئه، وقت اللي اهله يكونوا عم بيتصرفوا بطريقه صحيه. منا بحاجه انه نحكي عن هالموضوع، خلص بيربى وبيتعود على الاشياء الصحيه. والولد اللي يمكن ما تعود بس يصير شوي شوي يكبر، في طريقه نحكي معه، في ابروتش معينه. مهم انه نعرف كيف نتعاطى مع الولاد، لأنه تما نعمل ردة فعل سلبية بعدين على المأكولات الصحية. أكيد وبالأخص لمشاكل صحية. Exactly. وخاصة أنه المأكولات الصحية والنباتية إذا كتير حكينا عنها ممكن معظم الأوقات الولاد بيصيروا يرفضوها. ونحن يمكن دوما ننتبه، مهووسين بهالشغلة بس ما عم نعرف نتصرف مع هالموضوع هذا اللي هو استهلاك كمية مأكولات نباتية بكمية صحيحة. يعني كتير ولاد هلا ما عم بيأكلوا يمكن كفاية خضرة، كفاية فواكه، كفاية حبوب. المأكولات النباتية اللي مثلا السيريالز اللي عادة الحبوب والبقوليات اللي نحن عادة يمكن ناخذهم مرة بالأسبوع، أو الولاد مش معودين أنه ياخذوهم كاملين. اللي هن بيعطوهم فوائد غذائية بيصيروا أوكي مرة دقنيهم ما حبينيهم منمطل ناكل، ويمكن الأهل ما عندهم وقت أنه يتابعوا هالموضوع هيدا ويجربوها بغير طريقة. مشان هيك الويك أند مهم كرمال تنقدر قدر المستطاع نقدر حتى لو مرة مرتين بالأسبوع نقدر نحاول ندخل هالمأكولات هاي بطريقة سلسة. يعني مش بالضرورة انه نجبرهم لا لازم تاكل صحنك. ناتالي، انت بتحسي انه هلا بعصرنا الفواكه عم تستهلك اقل عند الولاد من قبل؟ الفواكه عادة هلا ما فينا نجمل كل الناس، بس بالاجمال الدراسات فرجت انه الولاد خاصة وقت اللي بلشوا يكبروا بصير عمرهم 8 سنين 9 سنين بيصيروا بيعرفوا شو هن المأكولات اللي بيحبوها، وبيصيروا يستهلكوا كمية
كميه فواكه اقل. نعم. خاصه انه الفواكه ما ننسى اذا بدنا ناكل برتقانه بدنا نقشرها. نعم. اذا بدنا ناكل افنديه بدنا نقشرها. نفس الشيء الموز يمكن هو من الماكولات من الفواكه اللي اكثر شيء تستهلك لانها هينه انه نتناولها. وقت اللي ما بيكون في دائما حد الولد حدا ينتبه ويساعده انه لا هلا لازم ناخذ فواكه خلينا نعمل هالاكتيفيتي بالانواع من الفواكه الولد ببطل ياكل. ودراسات فرجت انه عم نستهلك كثير عصير. صحيح هو العصير هو فواكه بس بالنهايه ما فيه الفوائد اللي موجوده وقت اللي بناكل مثلا البرتقاني او بناخذ الفواكه كامله. سو مهم انه الولد اذا بدنا نبلش نعوده على عادات غذائيه. هلا هي العادات الغذائيه الصحيه بتبلش وقت اللي الجنين بيكون بعد ببطن امه. بس فينا نبلش ابتداء من عمر الثلاث سنين اربع سنين نحاول نخلي الولد يشارك باختيار الخضره والفواكه. من المشاكل الغذائيه اللي بتتواجد عاده عند الاولاد وكمان بتضلها بعدين عند الاشخاص بس يكبروا هي انه الولد معود على صنف او صنفين من الماكولات. بنعرف انه بنسميها كومفورت زون. يعني انا بحب هالنوع من الفواكه بضل على نوعين من الفواكه. بقيه الفواكه الاهل بيقولوا اوكي ابني ما بيحب هالنوع من الفواكه ما رح اجرب له اياهم لانه بده يعذبني وبدنا نعمل مشكلة. لأي عمر ممكن نضلنا نجرب يعني فترة بعد فترة انه بلكي هلأ صار يحبها بلكي هي صار يحبها؟ لازم ما نستسلم. يعني لازم نعرف شغلة انه الولد يتعود على طعمة معينة اذا منه معود عليها بده مينيموم 10 مرات يكون بس اكسبوزي. يعني بس يدوق ما ضروري ياكل كمية كافية. يدوق. وفي بعض الدراسات بتقول حتى ل 20 مرة كمان. يكون اكسبوز. يعني لازم قدر المستطاع. نحنا اهم شيء نحاول اول شيء بما انه ويك اند هلا برجع بشدد على هالنقطه خلينا نعمل منيو. يعني تنساعد الاولاد انه يصيروا ياكلوا بطريقه صحيه اكثر. خلينا بما انه هلا فرصه الاولاد بالبيت ونحن بالبيت خلينا نعمل منيو كل يوم نوع فواكه جديد وكل يوم نوع خضره جديد وخلي الولد يختار. أوكي. وين افضل محل انه هو يختار الماكولات والمنتجات النباتيه؟ محل الخضره. هو محل الخضره. بتامل انه اليوم كل والأهل يروحوا شوبينج مع أولادهم. وحتى إذا كان الولد عمره 3 سنين حتى إذا بس يمكن تفرج على أمه صح. عم بيختار الخضرة مسك الخضرة شمة اوريدي هيدي اتس بيج ستيب. تفاعل كثير مهم خاصه الاولاد قبل عمر المدرسه. يعني قبل عمر ال5 سنين مهم كثير انه هن عم بيكتشفوا بعضهم. نعم. يكتشفوا اشياء صحيه بطريقه ايجابيه. سو خلينا نروح عند الخضرجي. نعم. نشتري الخضره مع الاولاد ونحط منيو لفتره الاسبوع. معنا ناتالي على الخط. بونجور. الو الو بونجور. وي اهلين. بليز ممكن اسال سؤال شوي بس بدي توضحي لي عملي معروف. تفضلي. القمح شو في فرق بين القمح العادي والقمح المقشور؟ اوكي. واذا بينصحوا اذا واحد بيكلهم هيك مع الصبح مع المي بيقولوا القمح كثير بنصح. واي هو أحسن. كيف مع المي يعني كيف بتحضريه؟ مسلوق قصدي؟ مغلي. قمح مغلي كيف مسلوق؟ اوكي ايه. بحبه كثير انا بس أوكي. ما بعرف اذا شو الفرق بين العادي والمقشور. وبسمع انه القمح بنصح واحد ما لازم يكثر منه. نعم. مع شو بتاكلي القمح؟ وقد ايه بتاكلي قمح؟ باكل بول صغيره. نعم. وبحط له جوز ولوز. سكر؟ وسكر ايه. اوكي. قد ايه كمية جوز ولوز؟ ومزهر. لا مزهر عظيم. كثير سكر؟ قد ايه بتحطي سكر؟ انه بجرب انه ما حط كثير بس انه اراوند ملعقه. اوكي. انا من اسئله ناتالي حاسه انه المشكله مش القمح. لا لا اكيد اكيد. القمح هو من الماكولات النباتيه اللي لازم كمان نعود مش بس الكبار ولكن كمان الصغار انه يتناولوها. خاصه نحن عندنا هالعاده انه نسلق قمح وناكله حتى مع حليب. ما ضروري بس انه يكون مع مكسرات. سؤالها لناتالي اذا القمح شو الفرق بين القمح العادي والمقشور؟ اكيد القمح الكامل افضل لانه نسبه الالياف فيه اعلى من وراء القشره. من وراء القشره. وهيدا بيخلينا بيساعدنا انه نشبع لا كميه يمكن اقل. غير انه فوائد الالياف صرنا نعرفها قديش مهمه للجهاز الهضمي ولا مكافحه كثير انواع من الامراض ما راح هلا اذكرها. سو القمح المقشور افضل من القمح القمح الكامل افضل من القمح المقشور. هلا هل ترى بنصح؟
صحيح مثله مثل أي نوع حبوب تاني أو سيريال تاني، إن كان درة أو مثلا وقت اللي بنحكي عن الأوت الشوفان، دونك هو مثله مثل غير نوع من الحبوب، هو اللي بنصح فيه شو عم نزد له نشويات بنعد. هو بنعد نشويات exactly. بنعد نشويات وفيه أنواع فيتامين، خاصة إذا كان بيقشره فيه فيتامينات بي كتير مهمة، بيشبع خاصة إذا أخذني مع مثلا كمية لوز وجوز قليلة. هلأ ما بعرف قدينا تالي عم تاخد كمية مكسرات، ولكن خلينا ننتبه على كمية المكسرات اللي عم نحط منحطهم مع القمح، لأنه هو إذا أخذنا كاسة مش هو اللي بنصح شو عم نزيد عليه، وخاصة أكيد السكر. دونك هي بروبلم عم تنتبه على كمية السكر. تقريبا فيها كالوريز كاسة القمح المتنولة على البربار، يعني زبيب إذا فيها زبيب، وإذا فيها زبيب، وإذا فيها صنوبر، وإذا فيها مكسرات يعني بكمية مهمة وسكر، فيها توصل لل 300-350 سعرة حرارية. هلأ هذه ممكن تستبدل يعني بوقعة، فيها تكون وقعة ترويقة، بس ننتبه على كمية الدهون اللي عم ناخدها وكمية السكر، لأنه هون هلأ عم بعطي أنا مينيموم، لأنه الكاسة القمح بدون شيء فيها حوالي 160-180 سعرة حرارية إذا ما حطيت لها شيء. سو بدي زيد عليها أكيد كل هالمكسرات، بس هي ترويقة كتير منيحة. أهم شيء تنتبه على كمية السكر اللي عم بتحطها. ريما على الخط، بونجور. بونجور، تفضلي ريما. أنا بنتي عمرها 10 سنين، ما بتاكل لا خضرة ولا فواكه، أخذت عند النيوتريشن ومشينا على نظام غذائي، ما حرمتها من شيء، وقالت لي إنه نعمل ديزاينات بالفواكه وبالخضرة، بس لهلا ما بتاكل. هي وزنها بالأربعين، يعني عندها شوية زيادة وزن، بس هي قست معها لأنه فجأة أوكي بتكون ماشي نورمال، فجأة بتعمل بلوك خلاص، يعني كل شيء فاست فود، كل شيء كثير عم تعذبني، سو قست معه وما عم بعرف شو بدي أعمل. ما فهمت، هي بتعمل بلوك، شو بتصير شو كيف بتصير تتصرف؟ يعني على البونشوز بتقلبها، مثلا انا منعت البونشوز من البيت، حددت لها مصروف معين مثلا على المدرسه، بتعرف طفله ما فيكي ما تعطيها شيء مثلا على المدرسه، اذا بعطيها بتروح بدها تشتري منقوشه، بعطيها ساندويتش من البيت بتيجي بتكبه، او مثلا بتسال خيا انه شو اكلت، فنقول اختك، بقول لي ماما اكلت انه اشتريت منقوشه، او مثلا تروح عند خيا بتقول له اعطيني مثلا منك مصاري، او بتعرفي كيف انه بتصير. سو بتختار الاشياء الاقل صحيه. وخيا كيف عم تتعاطي معه لخيا بالاكل؟ نفس الشيء هو وياها، نفس الشيء بالعكس، خيا بياكل فواكه وبياكل خضره وما عندي مشكله ابدا، هو بصير يقول لها كلي هيك اعملي هيك، انه هيدا منيح، هيدا مثلا جزر بياكل، هي ما بتاكل كارت مثلا، كل شيء بعكس خيا. اوكي، وانتم بالبيت نمط اكلكم كيف؟ يعني حضرتك بتحبي الفواكه؟ كل شيء طبخ. أوكي. الفواكه بتضلها بالمطبخ على الطاوله موجوده يعني قدامهم، وانا بقشرهم الليمون، بقشرهم بحطهم بتبروي بالبراد مثلا، بس عجز حتى مثلا انه الفريز بنحطه بالبلندر، بنعمل سلاد، بنعمل شيء، ما بتاكل شيء ابدا، حتى بس اعمل سلاد مع الاكل ما بتحطها، بتقول لي ايه بتعمل لي هيك دغري وبتبعد. اوكي، هي بتحب تحضر اكل، يعني عمرها 10 سنين مفروض تكون بتحب تطبخ، بتحب تحضر اشياء، لانه من الاشياء اللي ممكن انه تساعد، يمكن بالبيت انتم كثير مركزين وكثير اعطينا اهميه هالشغله هاي. هلا مش غلط انه نهتم هالقد بكميه الخضره والفواكه او حتى الماكولات النباتيه اللي عم بياخذوها الاولاد، بس كمان ما لازم نحسسهم انه كل انه في مشكله وكل الانتباه عليها هي بس مش على خيا، هيدا ممكن انه يعمل ردة فعل سلبيه. انا اكيد هي بتعرف انه لازم تاكل خضره وفواكه، بس يمكن لانه كثير عم بيصير في ضغط عليها على هالموضوع، هيدا عم بيصير في عندها نوع من رفو. وما ننسى انه بعمر العشر سنين الاولاد عاده بس يروحوا على المدرسه ما راح يشتروا تفاحه وموزه، ليش لا اذا اخذت منقوشه؟ اهم شيء انه ما نخليها تحس حالها انه هي عم تعمل شيء غلط، انه اذا هي حبت تشتري يمكن منقوشه او شيء ثاني انه هيدا لا ما بيسوى. خليها هي اهم شيء ما بقى تحكوها عن الموضوع، لازم تعطوها اللي انتم عاده لازم تعطوها اياه كمأكولات صحية، وقت اللي البيئة اللي هي فيها
فيها كل هالمأكولات الصحية لوحدها هي بدون ما حدا يطلب منها بتبلش شوي شوي ترجع تاخدهم. وشغلة كتير ممكن انه تفيد هي انه خليها تبلش تاخد يمكن روسيتات عندك اياها بالبيت بكتب الطبخ، تحاول هي تحضرها معك. اكيد يكون فيها خضرة ويكون فيها فواكه، لانه الاولاد بهالعمر بيحبوا يحضروا اشياء وبيصيروا قادرين يفوتوا على المطبخ، بتعاطوا بطريقة مختلفة، بتعاطوا بطريقة إيجابية، لأنه يمكن هي بالنسبة لها صاروا هالمأكولات كتير نقطة سلبية صح. عندها سو هيدا ما بيساعد. خليها تكون بوزيتيف، تروحي تشتري خضرة، تروحي تنقي الخضرة تبعولها وتحضر أكل، لأنه هيدي شغلة كتير أساسية. تتذوق تشوف هي ناقصة، يمكن فينا نزيد لها شوية بردقان، فينا نزيد لها بركة تفاحة أو حتى لو كان مع شوكولا، حتى لو كان مع مأكولات يمكن ما منحبزها حلويات، خليها تكون التجربة تبعيتها مع هالمأكولات إيجابية. وأهم شيء أنه ما نركز على هالموضوع معه. دونك منكفي بموضوع الخضرة والفواكه والمأكولات النباتية. وقت اللي منحكي عن الأولاد كتير مهم الأهل شو بيعملوا. يعني يمكن الأهل بيهمهم صحة أولادهم، بس هني بيقولوا معليش أنا مش هلأ، مش مهم، أنا مهم أولادي، أهم شيء أولادي يكونوا عم بيأكلوا صحيح، أنا معلي إذا قدامهم بدل ما تغدى في وجبة أكل فيها يخني أخذت لفيت ساندويش ومشيت. الولد كتير بينتبه، والولد يمكن بدون ما لا وعي تبعوله بيتأثر فيه. يعني وقت اللي بيشوف بيلقط هالعادات، يعني حتى إذا الولد قطع بمرحلة عم بيرفض الخضرة عم بيرفض الفواكه، بس يشوف إنه دائما أنا على وجبة الأكل عندي في دائما جات فواكه مقشر، أمي وبي عم بيأكلوا من هالفواكه، بده يوصل وقت بدهن يرجعوا هالعادات. أهم شيء إنه ما نعمل استرس على هالموضوع هيدا. شغلة تانية كمان، في مأكولات كتير صحية وكتير بحبوها الولاد. يعني نحن وقت اللي منقول مأكولات نباتية لازم نزيدها ولازم نحسنها، يعني كمان لازم مثلا عم نحكي عن الحبوب الكاملة. البوب كورن كتير نوع من المأكولات صحية، صحي البوب كورن لأنه فيه ألياف وكمان الولاد بحبوه. فينا نخلي الولد هو يحضر هالنوع من البوب كورن، فينا نرش له يمكن شوية جبنة إذا بيحبوه على جبنة، أفضل من أنه نشتري أو يمكن يكون جاهز وفيه نسبة دهون عالية. خلينا نحضره بالبيت، يمكن فينا ندخله ليش لا بعض الأحيان شوية سكر. مش غلط نخلط المأكولات الصحية مع مأكولات الولاد بيحبوها عادة، لأنه هيدي بتخلي تخلق علاقة إيجابية مع هالمأكولات هول. الإيجابية كتير مهمة. ونحن وقت اللي منكون عتلانين همهم مننسى هالموضوع هيدا، منصفي بصفي هيدا مصدر ضغط لإلنا ولإلهم. سو خليها تكون الشغلة كتير هينة وكتير سلسة. الأولاد وقت اللي بيفوتوا هن بيشاركوا، بيحبوا يشاركوا، بيتعلموا بطريقة مشاركتهم يمكن تحضير المأكولات. خلينا بهالويك أند مثلا خلينا نقرر نحضر روسات، يمكن جاتو بيحتوي على الفواكه الأولاد يمكن ما بيتعودوا يأكلوا، وحتى سلطة فري قد يحلو الواحد يقص ويحضرها. يعني صح، بكفي انه اذا عملنا فورمات معينه او شيبس مختلفه هيدي بتخلي الولد حتى لو ما دق، يعني مش بالضروره يدوق، لانه يمكن الولد يشتغل بالمأكولات ويقول بعدين ما بدي ادوق. معلش بعدين رح تاخذ اكثر من محاوله وحده. اكيد كمان. اكيد ما فينا كمان بدنا طولة بال شوي. بالزبط. مع الولد بالضبط. واهم شيء انه ما نخلي هالمأكولات الصحيه يكونوا بنيسيون، يعني انه تكون وقت اللي بدنا ناكل مثلا خضره وفواكه، لا لازم تاكل خضره وفواكه وهالانواع من الحلويات. هلا مش وقتها ممنوع، اذا اكلت خضره وفواكه مثلا بيخدك على السيني او بعطيه مكافحه. سو مهم كثير انه تكون هالاكسبيرينس مع الولد تكون ايجابيه، ما نخلي يصير في علاقه نيجاتيف مع الخضره والفواكه. الستريس ما بننتبه له نحن معظم الاوقات، بصير في تشنج بين الاهل والولاد. بالضبط صح ما بننتبه لهم. سو خلينا نتوقع هالنقطه هاي وخلي هالويكند بما انه طقس حلو نستفيد منه ونروح نختار الخضره والفواكه معهم. ثانك يو ناتالي، هاف ا جريت ويكند. رح ناخذ وقفه مشاهدينا، من بعدها بترجعوا بتلاقوا رانيا وانا بترجعوا تلاقوني بايكو. ضلكم معنا.